الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم رضوان الله تعالى عليه، تنقل عنه سجايا أخلاقية طيبة. الإنسان طبيعته لازم تكون طبيعة طيبة. في ليلة من الليالي نايم والخادم أيضا نايم، الخادم اسمه علي، نايم وإذا بواحد يطرق الباب. الخادم يقوم من النوم، برد قاتل، وما أعلم أنتم ما شايفين البرد في تلك المناطق، الثلوج تنزل والبرد حقيقة برد مؤذي، إذا واحد ما عنده وسائل حقيقة يتأذى بذلك البرد. يفتح الخادم الباب يشوف امرأة نص الليل جاية تطرق الباب، ليش جاية؟ من الذي دفعها إلى ذلك؟ تقول له: يا فلان، احنا في البيت زوجي مريض ويعاني من حالة سيئة، دواء ما عندنا، غذاء ما عندنا، فحم ما عندنا حتى نشعل الكرسي. هنا ماكو كرسي، الكرسي آلة خشبية مثل المنضدة، يوضع عليها لحاف سميك وتشعل في داخلها مواقد الموقد، ويوضع فيه الفحم ويشعل حتى يدفي، هذا متعارف في إيران. ما عندنا فحم حتى نوقد الكرسي، غذاء ماكو، دواء ماكو، فحم ماكو. الخادم يقول: أيتها المرأة، في هذا الليل أنا شنو أقدر أسوي لك؟ ما الذي أستطيع أن أفعل لك؟ روحي. ويغلق الباب. الشيخ يبدو نايم، يقوم على أثر هذه الضوضاء والجلبة والكلام، يقول له: تعال، شنو القضية؟ يقول: امرأة هكذا. يقول له: يا فلان، نحن غدا أنا وأنت ماذا نجيب الله سبحانه وتعالى؟ إذا الله قللنا امرأة تعيش في هذه الحالة ونحن لم نصنع لهم شيئا، نحن رددنا هذه المرأة يائسة، شلون نردها يائسة؟ وكيف نجيب الله غدا؟ الإنسان ينبغي له ألا يرد أحدا يائسا مهما كان، لعله يكون صادقا. وإذا كان صادقا حقيقة فالإنسان يجب أن يكون بانتظار النقمة الإلهية. الله سبحانه وتعالى إذا غضب على فرد أو غضب على مجتمع، الغضب الإلهي يدمر كل شيء. هذه الجزئيات تدمر البلاد والعباد. آه المستضعف وآه المظلوم يدمر كل شيء. يقول: شيخنا، شنو نسوي في هذه الليلة؟ يقول: قوم خلينا نروح. يقول: شيخنا، طين أكو، ظلام أكو، ثلج أكو. يقول: خلينا نروح. يمشي الشيخ ويمشي معه الخادم، يذهبان إلى تلك الدار. يدخل الدار يشوف الشيخ، يعني رجل شايب، جالس في زاوية يرجف. يقول لهذا الرجل: الآن روح إلى صدر الحكماء، طبيب كان في قم، وقل له الآن شيخ عبد الكريم يقول تعال. يروح يجيب صدر الحكماء، يقول له: عاين هذا المريض. يعاين المريض ويكتب له نسخة. يقول لهذا الخادم: الآن روح إلى المستوصف اللي كانت في ذلك الوقت بالشكل اللي كانت، الآن أخذ الدواء. يروح يجيب الدواء. الآن روح إلى البيت الفلاني، جيب لنا فحم. يأتي بالفحم، يشعل الموقد، يعطي لهذا المريض الدواء ويعطيه الغذاء أيضا، ثم يخرج.
بعدين يلتفت إلى هذا الخادم يقول له: يومي إيش قد تشتري لنا لحم كل يوم؟ يقول فلان كمية. هواي كان مقتصد في حياته. الشيخ عبد الكريم رحمة الله عليه جدا كان مقتصد في حياته. السيد البروجردي رحمة الله عليه جدا كان مقتصد في حياته، مع أن ملايين الأموال كانت تجري تحت يديه. يقول لهذا اللحم المقدار نصف كل يوم، نصف جيب إلى بيتنا ونصف إلى بيت هذا الرجل. الإنسان هو لازم يروح، إذا سمعت أن هنالك عائلة فقيرة أنت روح شوف هذه العائلة حتى تلامس الوضع عن قريب.